الو، ايوه شهيره، يعني هيكون مين غير صلاح حبيبك؟ شهيره ارجوك اسمعيني وما تقفليش السكه. وصلتك رسالتي؟ وصلتني وقطعتها 100 حته ورميتها في الزباله. ارتحت؟ معقوله يا شهيره؟ معقوله؟ طب تصدق بقى ان الكلمتين اللي كنت كاتبهم لك دولت كنت كاتبهم بدمي؟ ايه، ما خدتيش بالك انهم مكتوبين بدمي ولا ايه؟ ايه رايك بقى الكلمتين اللي انت مستهونه بيهم دولت اخدوا مني ازازتين حبر احمر، كيسين دم. كيسين دم، كل فداكي يا حبيبتي، دمي كله فداكي. ولو برضو انا لا طايق اسمع صوتك ولا عايز اشوفك. ممكن بقى تبطل تتصل بيها تاني؟ بكرهك. وانا بحبك 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 بحبك، ولعلمك بقى انا واقف بالعربيه قدام البيت عندك، يعني لو طلعت من البلكونه وطلتي عليا انا ممكن انزل في الشارع وافضحك في الشارع كله، واقعد اقول بعلو صوتي بحبك بحبك يا شهيره بحبك. ايه، تحب اعملها ولا ايه؟ عشان الدنيا كلها تبقى شاهده. انا لا طالعه البلكونه ولا عايزه اتملى بطلعتك البهيه. قلت لك بكرهك. حصل يا حاج عبد المعين، حصل. ألف مبروك. حصل يا حاج وحققت المعجزة. ألف مبروك يا تامر يا ابني، ألف مبروك. أنا كنت متأكد إنك هتعملها. ألف ألف مبروك يا تامر. ما هو البركة فيك بقى يا حاج. البركة فيك يا حاج. وأنا لا يا عم تامر، أنا عايز أعرف بقى مين اللي كان بيذاكر لك وقاعد على إيديك، أنا ولا الحاج؟ يا عنتر أنت أخويا. عيب ما تقولش الكلام ده، ده أنت جميلك على راسي من فوق، عمري ما هنساه العمر كله. مبروك، ألف ألف مبروك يا تامر. الشربات، الشربات يا ام عنتر، مستنيه ايه؟ هو شرباته بس، ده شربات وعشا للحته والحبايب والدنيا دي كلها، دي النهارده عيد. عشت يا ست الكل، ربنا كده يقدرنا على رد الجميل. جميل؟